التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، وتحيتنا متجدده مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه، وشوطنا 24 الذي خصص لفئه الجعدان اللي جايه المهجنات الاصايل. الى المقدمه مباشره الى المركز الاول، وهنا الشارد راشد بن محمد بن حسن ابو داود اللي على المقدمه والمركز الاول، بينما في المركز الثاني طلوع عبد الله بن عتيج الرميثي. يقدم لنا طلوع، اكيد بان هذا اخر انتاج طلوع، يتقدم مع المركز الثاني، بينما في المركز الثالث نيشان لعلي بن حمود بن علي الظاهري، والمركز الرابع عندنا اللي هو النادي مبارك بن راشد المتفيج الاكتبي، والمركز الخامس هذا متعب الهلال بن سيد بن عبيد بن حضيب المزروعي، وسادسا يتقدم الان وياتي في هذا المعترك على المركز السادس يتقدم ليحمل رقم 22. يا ليت لو نتعرف عليه، بينما نتابع هنا القدوم على المركز السابع. المركز السابع عندنا الطيار منصور بن سعيد بن راشد برقراقي المزروعي، والمركز الثامن هذا اللي قادم الطياري سالم بن نايع بن سالم الشاوي الغبلي. المركز التاسع عندك يا مسري بن سالم بالعرطي الحميري، او هذا الان يحمل رقم 14 متواجدا اللي هو ناصي، نعم العمير بن سعيد السيد بن ابراهيم الهاشمي يتقدم على المركز التاسع وعاشر المراكز عندنا الان اللي هو مهوس لمحمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للعشر المراكز الاولى، وفينا لمسامعكم هذه الاسماء وهذه الشعارات. لكن نعود من جديد، نعود الى المقدمه والى البدايه، نعود الى الصراع والى المنافسه على المقدمه في هذه اللحظات. عودة إلى المركز الأول إلى البداية، وهنا شارد راشد بن محمد بن حسن بن داود اللي على المقدمة على البداية. المركز الثاني متعب الهلال بن سيد بن عبيد المزروعي. المركز الثالث شهاب سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر الاكتبي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع، المركز الرابع عندنا اللي قادم هذا مهوس محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي، والمركز الخامس روح يا ناصي ناصي يتقدم عمير بن سعيد السيد بن براهيم ابراهيم الهاشمي، ياتي على المركز الخامس المميتين، المميتين غادر المميتين يا مشاهدين. ولكن نعود الى الصداره الاولى، نعود الى المقدمه والى البدايه. ما شاء الله ما شاء الله يا الشارد 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 اللي بدا يشرد الى الفوز الى الانتصار من خلال هذه المنافسه. راشد بن محمد بن حسن الداود في مقدمه الشوط. المركز الثاني متعب الهلال بن السهيل بن عبيد المزروعي، وشعار الصعب ياتي شهاب سلطان بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، والمركز الرابع عندنا مهوس محمد بن حمد بن مزلح بن جمهور الحباب.
الترابي، والمركز الخامس هذا اللي ذهب راشد بن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن هنا السيطرة، السيطرة تسلل وغدا المقدم شهاب، شهاب سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على المقدمة وعلى البداية الأولى. المركز الثاني الشارد راشد بن محمد بن داود الله وبن مصلح، وهنا أيضا متعب هلال بن سهيل بن عبيد بن حضيب، ولكن عودة عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصراع، إلى الشارد، إلى الشارد اللي شرد بالفوز، اللي شرد بالناموس. سلام وتحية واحترام لمالك الشارد راشد بن محمد بن حسن بن داود اللي على المقدمة أو على البداية الأولى ينتزع شوط الختام، شوط الوداع وختامها مسكية بن داود. تهانينا راشد بن محمد بن حسن بن داود على فوز الشارد وانتزاعه لناموس هذا الشوط. لحظة وصول إلى خط نهاية المركز الثاني، وصل شعر سلطان محمد وسلطان بن مرخان للمركز الثالث، وصلنا اللي هو أيضا متعب هلال بن سعيد هلال بن سهيل بن حضيبة المركز الرابع. المركز الرابع اعتقد بان شعار بن مصلح، المركز الخامس الحين على ضار جلد خط النهائي. نعود الى التوقيت ونعود بالثانيه والناموس الى مالك مشاهدين الاعزاء الشارد راشد بن محمد بن حسن بن داود. هكذا مشاهدين الاعزاء ومتابعينا الكرام، هنيا لكل الفائزين وحظنا وفر لمن لا يحالف الحظ في اشواط صباحي هذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات اللجنه، يستودعكم الله وإلى اللقاء.